الناس لما دققت في الصورة وزومت على الصورة لقوا إن صورة السيسي موجودة في ألبوم العائلة بتاع وزيرة الصحة. السلام عليكم. من حوالي 4 شهور أو 5 شهور خرجت بنت اسمها نرمين عادل، دي صورتها، واتكلمت عن إن وزيرة الصحة هالة زايد متجوزة من عبد الفتاح السيسي في السر والكلام ده. والحقيقة الموضوع ده كله إحنا مالناش علاقة بيه، سواء متجوزاه ولا مش متجوزاه، لكن ناس كتير جدا كدبت نرمين عادل وقالت لها نرمين تكدب، مفيش أي دليل على الكلام ده. فنرمين قالت لأ ده متجوزاه، واللي عقد الكرام بتاعهم كان وزير الأوقاف، برضه مفيش دليل على الكلام ده، وظل هذا الكلام مجرد أراجيف تتناقل ما بين الناس وبعضها. وزيرة الصحة اترفدت من الوزارة أو مشت من وزارة الصحة بتهمتين، التهمة الأولى إن ابنها وطليقها كانوا مرتشين، وهي تقريبا كانت جوه الرشوه كده وعملت نفسها تعبانه وراحت مستشفى نيلو، القصه دي كلها حمضانه، وفي الاخر طلعت منها براءه وعادي مفيش اي مشكله يعني، ولا حد حاكمها على اي حاجه، وطلعت فوق السطوح وقعدت تتكلم والدنيا تمام يعني. دي كانت النقطه. والنقطه الثانيه اللي كله اللي نرمين عادل بقى ومن بعد منها ناس كتير جدا رجحت ده سبب عزل وزيره الصحه، الا وهي ان انتصار قالت للسيسي يانا يا هي يانا يا وزيره الصحه، وظل برضو الامر متداول بين الناس انه يا يا لا، يا ترى هذا حصل ولا ما حصلش، هل فعلا انتصار قالت لها كده، هل فعلا انتصار السيسي طلبت من السيسي وقالت له طلقها او رفضها من الوظيفه، مش عارف. يبقى ده مجرد اراجيف يعني، مجرد كلام الناس بتقول. ابن وزيره الصحه راح قايم وراح ناشر صوره والدته، الصوره دي وهو بيحتفل ان والدته ست بتاعت انجازات، والست ديت ياما هنا ياما هناك وعملت حاجات وانجازات كبيره جدا جدا في وزاره الصحه، لكن الناس لما دققت في الصوره وزومت على الصورة لقوا ان صورة السيسي موجودة في ألبوم العائلة بتاع وزيرة الصحة. صورة السيسي جوه ألبوم العائلة بتاع وزيرة الصحة، هتلاقوا فوق كده مكتوب يو وتحت العلامة اللي هي اند ومش عارف انا وانت والحوارات دي كلها والعائلة، صورة السيسي جوه ألبوم العائلة. اللي نشر الصورة ابن وزيرة الصحة المهندس شريف، يعني مش اخوان اللي نشر الصورة، لا ده ابن وزيرة الصحة، اللي هو لو كانت الناس عندها شك في كلام نرمين عادل بنسبة 80% دلوقتي بقت الناس عندها يقين في ان يبدو ان السيسي فعلا كان متجوز وزيرة الصحة بنسبة 80% حتى الآن. لكن تبقى الصورة كانت صادمة، ابن وزيرة الصحة من الآخر كده كشف السر اللي ما بين والدته وما بين عبد الفتاح السيسي. الصورة دي بتعمل ايه في ألبوم العائلة؟ كان سؤال طبيعي جدا جدا الناس الآن، الصورة الآن بتغزو كل مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى القرار الآن ورد الفعل مش هيكون للشعب المصري لمدام انتصار. سلام عليكم.